شكرا. يا استاذ فارس، ما تحكي لي شويه كده عن طبيعه وظيفتك. انا الحقيقه فندم مسؤول عن النواحي الماليه والاداريه للقريه والاوتيل، ده بالاضافه طبعا لعملي كوكيل اعمال لفايق بيه. عظيم. يبقى حضرتك عندك فكره عن المشروع اللي هنعمله انا وفايق بيه؟ طبعا يا فندم، الحقيقه مشروع عظيم جدا هيساهم في تنشيط السياحه في المحافظه كلها. اهلا 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 برجل الاقتصاد الوطني. اهلا فايق بيه، وحشني قوي قوي والله. انت اكتر. مبروك تروح على المعاش وانت لسه بكامل صحتك يا راجل يا عجوز. اشعر ان انا بكامل شبابي، بس اوعك انت تحسدني. نسيت بظروفك. احب اقدم لك بقى صاحب هانم، السكرتيره الخاصه بتاعتي ومديره اعمالي العظيمه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فايق. تشرفنا يا فندم. ميرسي. اتمنى لك اقامه سعيده. اتفضل يا جميل بيه. مفاتيح الشاليهات اهي. اتفضلوا بقى استريحوا ونتقابل على الغدا. واه يا استاذ فادي. يلا معاكم يا استاذ فادي. اتفضل يا صاحبي. بعد اذنك يا فادي. اتفضل. شكرا يا فادي. سلام. طب ميرسي يا استاذ فادي. بعد اذنك يا فندم. اتفضل يا سعادتك. ان شاء الله الشنط هتوصل حضرتك حالا. اتفضل يا جميل بيه. الحقيقه القريه كلها كومبليت، بس فايق بيه اصر ان انت سعادتك الشريف بتاعه ان شاء الله يعجبك. كده؟ طيب شكرا يا استاذ. لو سمحت استعجل الشنط. تحت امرك. انا عاوز اجيب بقى اذا تقول لي لندن اروح فرانكفورت الصبح. تقول لها يا ايدي ايدي كذا. قلت له نو جو سي غافا في كل الدرايفات بكو كومسا. كومسا بنطلونات كل كويس. مساء الخير. جود لايت. اهلا جود لايت. ايه ده؟ الحمد لله على السلامه يا جمعه. انت كنت فين؟ خميس. خميس. طب انا عارفه ان هو اسمه خميس. انا انت هتعرفيني شغلي ولا ايه؟ الله الله، هو هيفضل خميس كده؟ ما بكره يكبر ويبقى جمعه. وبعدين ما كلها ايام الاسبوع، يختار اليوم اللي هو عاوزه. انت تختار لك ايه؟ الخميس. كويس. الخميس يعني اللي بيسبق الجمعه واللي هو بعد الاربعاء على طول، اللي هو بين البنين. ان بتوين. ايوه ان بتوين. ايوه معقول هيبقى الاربع؟ لا 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 ما تفرقش خالص. ما دام مفيش حد واخد باله يعني. والله احلويتي ونورتي وكبرتي. ميرسي خالص يا جماعه. مش انت؟ مش انت خالص. انا لسه سالم. ازيك يا انسه سالم؟ الله يسلمك. ايه الغيبه دي؟ انت فين؟ لا مفيش 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 تايم. مفيش تايم. مش لاقي اي تايم اريح فيه حد. اعمل سليب. معقولة؟ اذا ما عندكش ابدا ولا وست تايم؟ ولا وست تايم ولا والله ظهر تايم ولا رجل تايم. على طول شغال. ما شاء الله ما شاء الله. قول يا جمعه ولا خميس؟ يلا ايه ان بتوين؟ اهو يعني خميس ولا جمعه انا عامله بازابورت. اني واي قول لي عملتي ايه مع جو؟ على فكره جو كده. كده يوسف شاهين. طبعا طبعا كده. وانا شديد. انا كمان. انت كمان شديد قوي بالعرض. ما هو لازم ابقى عريض بتاع الافلام السعوديه دايما على طول. هو الحقيقه شبط فيا ويعني اصر انه يخرج لي فيلم جديد ويعني شبط 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 وبقدونس. اقوله في الفيلم الجديد. لا حلو. لا فانتاستيك على فكره. يعني ايه؟ يعني ربنا يوفقك في الفيلم ده، والفيلم ده هيكون فيلم الموسم. فانتاستيك. شايف؟ شايف خميس قاعد مع اثنين وليه يعني؟ ما انا امبارح شايفه قاعد مع حد. هو كده خميس يحب يقعد مع الاسبوع كله. الاسبوع كله انت واخد. شايف قاعد معاها
بيقرب عليها مسكينة. أتمنى يا عم سيبه في حال. لا قولي لي يا ندى. سلوى. في ندى ولا سلوى ونعملك بظبط. وقولي لي عملوا ايه مع الناس الحراميين؟ ما عرفوهمش، لو عرفوهم كنا احنا عرفناهم برضه. حراميين؟ ايه حراميين؟ مين حراميين؟ بس الشباب دي كويس. هش هش في كنا وسفر سفتان بلوك. قال انت ما عرفتش يا جمعه ان خميس. خميس ولا جمعه ونعمله بزابورت ان ابن عمك اللي اسمه هو اسمه ايه؟ حمدي وجدي. يا اختي برضه انا مالي، انا هعمل، انا هصور معاهم، انا عارفه. المهم ما تعرفش ان هو اتسرق منه ابن عمك 50,000 جنيه قطعيه واحده؟ ايه؟ مش ممكن. مش ممكن يا جمالات الكلام اللي بتقوليه ده. ده مين جمالات؟ جمالات مين؟ انا جمالات؟ انا اذا انا نسيت اسمها. لا لا حرام عليك يا دوله. دوله دوله ولا جمالات؟ انا هعملها بظبط. مش ممكن، مش ممكن يا جماعه اللي بتقولوه ده. مش ايه ده؟ ايه ده؟ دي ريشه يظهر. خليها يفهموا ان انا فنان مريش مش اي كلام. مش ممكن والدي معاه 50,000 جنيه وان بيكوز ذا سكاي از هاي. شايف؟ شايف خميس الخبيث؟ شايفه بالنور. بس انا مش هسيبه. احنا مالنا وماله؟ ما تسيبه في حاله يا اخي. يسيبنا احنا في حالنا يا اخي. بعدين يا اخي بقى خلاص اصحى بقى وشوف الدنيا ماشيه ازاي. تعرف الدنيا على حقيقتها وتفضل نايم كده في العسل فوق. هو ايه فوق ونايم وعسل؟ انت مالك انت؟ انت عايز مني؟ انت بتتكلم على ايه بالظبط؟ خميس المكار. شايف؟ عايز ياكلها ولعه؟ ياكلها ولعه؟ طب ما استنى لما تضرب. مين هياكلها؟ تضرب ولعه هتضرب وانا هطلع لها بزبورت. خليها كده مريش فعلا. يا مامي ايه ده؟ مين دول؟ لا دول كومبارس بنستخدمهم احيانا في الشغل معانا. لا دول ما زي الامنين بتوع اشاره المرور اللي بياخدوا الاشارات. يا مامي امين وامين معاكي رخص. شربات عايز تاكلها ولا؟ خميس خد مرتك. قاعدين في الممنوع. ايه سواني ونير ونير. اهلا اهلا بنجمه الموسم وكل موسم. ها ازاي الحال يا خميس؟ كويس؟ كويس بس مش هيبقى كويس الا لما نكتب العقد. عقد الفيلم؟ لا عقد الجواز. ما تستعجلش. ايه ده حبيبي؟ ايه حبيبك بس مش هدول يا ابني خف عني شويه. ده ايه ده؟ مش معقول كده ابدا. لا اتفضلي يا لسه ليلى. هي هتقعد جنبي انا. ليلى هتقعد جنبي انا؟ لا جنبي انا بقى. خلاص. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. هي وجدي عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. عمو احنا عايشين هنا على حسك. يعني لو عمي حصه نبح مش هنعرف نقعد؟ ها بضحكك يا عمي. ايه يا بضحكك؟ ريحني منك يا اخي. ده ايه ده؟ ازيك يا وجدي؟ الله يخليك. احنا مبسوطين جدا جدا. ايه مش هتقعدوا بقى؟ لا ابدا، اصل احنا عندنا غزاء عمل وليلى هتحضروا معايا. اه طيب. طب اتفضلوا. عن اذنكم بقى. يعني تتهووا بقى. يلا احنا نمشي. طيب انا ماشي يا عم. يلا 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 سلوى يلا بينا. مش طايقه روحي، مش طايقه المكان. ايه ده ضيق قوي، ضيق ومش طايقه روحي. يا ساتر. ذا بولد اند ذا بيوتيفول ديليشس قدامي. في مش فاهم المكان ده بقى ضيق.
لكن على كده يا جماعه لما بيتغدوا كده ده اللي بيسموه غذاء عمل؟ هو غذاء العمل ده يا وجدي يعني زي اللي معمول له عمل؟ لا يا جماعه يعني بيتكلموا وهما بياكلوا، يعني ياكلوا وهما بيشتغلوا. ده تقليد بيعملوه رجال الاعمال. بيقلدوا مين يعني؟ مش فاهم. تقليد يا اخي، بيعملوا ايه التقليد؟ بيعملوه يعني يفضلوا قاعدين كده في انتظار مثلا الغدا، وهم في الانتظار ده يعملوا صفقه، يعملوا مشروع. وبعدين يا جماعه انا ياما عملت حاجات من دي، غذاء عمل وعشاء عمل. طب انا اقول لكم على حاجه إيه؟ مش هتصدقوها. ايه بقى؟ انا مره عملت صخور عمل. اهلا اهلا. امال فين صحر هاني؟ لا صحر هانم هتتغدى في الشريف. طب اتفضل يا فندم، الغدا جاهز. طيب شكرا. سهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي؟ صح. اهلا. اقدم لك ليلى، بنتي الوحيده اللي طلعت بيها من الدنيا. اهلا وسهلا. تشرفنا يا جميل بيه. اهلا اهلا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا جميل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. الميه يا اخي اضربك بالمعلقه. ليه يا فندم؟ اضربك بالمعلقه. ليه يا فندم؟ ادي لك واحده بين حواجبك. يا سيدي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي خلاص يا زكي. كتير يا فندم. لا يا اخي كتير يا فندم. في ودن هنا. ايوه يا فندم. تمسكه من ودنه مش من بطنه. ما انا يا فندم قبل كده مسكته من ودنه وحضرتك قلت لي امسكه من مراخيره. يا عم روح كتك الهم في اللي حطه هنا ده. يلا. ليه يا فندم بس؟ مش يمكن يا زكي سايب الودن عشان الدورة يسمعنا؟ يا ريلس يا ريلس. خد خد. ايوه يا فندم. انا مش قايل لك هات ميه؟ حضرتك قلت هات ميه، ما قلتش بولنج ووتر ولا كولد ووتر ولا اولد ووتر. حضرتك ما حددتش. ايوه بس انا عاوز ميه. ايه ده؟ انا عاوز ميه. ميه؟ ميه هي يا فندم الميه. انت ما جبتش الميه. هي يا فندم ميه. لا انت جبت الشبشب. حاضر يا فندم. حاضر. ثواني يا فندم. حاضر. يا حول الله. ده تعبان نفسيا بقى. يعني انا بصراحه تعبان انا كمان. يعني مش كنا احنا اولى بالوليمه دي؟ وليمه؟ وليمه لا. ايه وليمه لا؟ طب خد دي اسكندريه دي. انت عمك كله على بطل اخواني. ايه الحكايه؟ مش حكايه وليمه الحكايه اللي ورا الوليمه. ايه اللي ورا الوليمه؟ معرفش. اسمعوا يا جماعه، احنا لازم ينومنا من الوليمه جانب. انا كل اللي يهمني من الوليمه شويه اللحوم والهور دي. ليه هو الاستاذ يوسف شاهين ما عزمكش على واحد زي؟ بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ انا ما صدقت نسيت الحكايه دي. ما تخليش اذيك. كاتكم الهم وانتوا عاملين زي العيله المسمومه كده. اهدوا اهدوا، عاوزين ندرس الموقف بصراحه شديده عشان نعرفه. اتفضل. ايه يا اخوانا الحدوته المصريه اللي عاملينها دي؟ بونسوار استاذه بهيره. مش سبيك الوسبر سوفت اند لو وتر. ايه بتقولي ايه؟ اوه اوه بسوار. مش سبيك الوسبر سوفت اند لو وتر. يلا بينا يلا بينا. استاذه بهيره. نعم. انا قعدت مستنيكي علشان نتغدى سوا.
هو الاستاذ بسيوني ما حدش شافه؟ بسيوني هو لا ما ظهرش، مع انه هو ظهوره بيبقى له هلا وطزه كده. عارفه انه اول واحد يخش المطعم ساعه الاكل. ده اكيل قوي، ياكل الاكل ياكل فيه. انا بقول ايه، نتغدى سوا وهي فرصه يعني نتكلم عن الفيلم. يا مات فيلم عذور اللي انا هلعبه. ده انا في الوعد البقري اللي انا بقول نسك على الغدا بقى. نسك على الغدا والله فكره. انا صحيح على وشك الخروج على المعاش، لكن برضو مانيش يعني عجوز قوي زي باباك يعني. بابا مش عجوز يا جميل بيه، اللي يعمل الصرح العظيم ده مش ممكن يبقى عجوز. الاعتراف بالحق فضيله يا بنتي. انا لولا الناس المخلصين اللي ساعدوني ما كنتش اقدر اعمل مشروع كبير ده. ويا ترى بقى ايه المشروع بقى اللي بتفكر فيه يا جميل بيه؟ ايه يا فايدية، اتكلم ولا راي سعادتك ايه؟ اتفضل اتكلم يا جميل بيه، ما فيش حد غريب، دي بنتي ليلى وورثتي الوحيد. بس كده طيب. هو في الحقيقة ليلى هانم، أنا بقالي أكتر من 10 سنين دلوقتي نفسي أسيب العمل الحكومي وأتفرغ للعمل الحر، لكن موقعي الوظيفي الحساس قوي كان منام. المهم فضلت أكتر من 10 سنين دول أحلم بالمشروع الواحد، لغاية ما الصدفة السعيدة جمعتني بفايدة وعرضت عليه فكرة المشروع. الصراحة لقيته رحب بشدة وقال لي إن المشروع ده يعتبر امتداد وتدعيم لمشروع القرية السياحية بتاعه. أنت شوقتني قوي قوي إني أعرف إيه هو المشروع ده اللي سيادتك وبابا متحمسين ليه قوي كده. مش كده، مش كده أبدا يا جماعة، أنا لازم نتغدى، مش معقول أنا اتعطلت، مش ممكن فعلا. أنا وركي متعطل، شغلي كله مش الجماهير قاعده في السينما عشان تتفرج على الفيلم، هيتفرجوا ازاي اذا كنت انا مش عارف انزل اصوره؟ الجماهير مش عايزاه خالص صدقني. اهدى جاكيت. اهدى قميص يا اخي. ايه اللي كل ما اقول لك اهدى تقول لي جاكيت تقول لي قميص؟ ايوه ما انت بتقول لي ابدا على بعضها، المفروض تقول ايه ده عشان اقول لك ده جاكيت. طب خد دي على بعضها. اتلهي اتلهي واستنى، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الاجتماع. اجتماع ايه وبتاع ايه؟ انا جعان هموت من الجوع، مش ناكل الاول وبعدين نشوف؟ يا نصار انت يا جدع انت. ايوه يا فندم. انت ايه ما عندكش دم؟ رايح جاي على الترابيزات عمال تحط حمام تشيل فراخ، ايه قاعدين رجل كنب ما بناكلش؟ مش تحط اكل هنا؟ هو احنا ايه يا فندم؟ ما بناكلش يا فندم. حضرتك ساعتك الحمام ده معمول مخصوص لفايق بيه علشان جميل بيه ياكل من الحمام ده يا فندم. بالنسبه للاكل بتاعك يا فندم مسلسل، امشي امشي ولا عمي يقول لك فين الاكل؟ قول له انور اكل كله هيفرح قوي. مش ممكن يديله بالشوكه. اديله بالشوكه يا زكي، الحمام ده اديله بالشوكه يا فندم. امشي يا ابني هيبهدلني يا فندم. يا فندم يا بابا يا بابا يا بابا امشي خالص. امشي يا حبيبي. فايق ايه؟ فايق ايه؟ فايق ايه؟ فايق ايه؟ وكسوره ايه؟ حد فايق لك؟ فايق ايه؟ وكسوره ايه؟ انا مش قادر افهم والله يا حبيبي. يا ابني اجيب له جسم. الله انت يا فين الحمام اللي قلت لك جيبه؟ اصل يا فندم يا فندم اصل ايه وفصل ايه؟ امشي روح هاته بسرعه يلا يا فندم. اصل انت فيه واللي معاه كل الحمام كله يا فندم. طب امشي قول قول ماشي. حاجه يا فندم. طيب ايه؟ طمني خير في حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه يا جميل بيه، بألف هنا وشفا للي كلوه. والله انا ما انا عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. ولاد اخواتي المفاجيع دول. غريب قوي انه ما يظهرش لغايه دلوقتي. هو مين ده اللي ما ظهرش لحد دلوقتي؟ الاستاذ بسيوني. الله، ايه حكايتك يا استاذه بهيره؟ انت من ساعه ما قعدتي وعماله بتسالي عن الاستاذ بسيوني. وات ايفر هابن؟ مفيش حاجه، بس ربنا يستر. ربنا يستر، يبقى في كارثه. لا ده في مليو دراما هنا. طب انا نفسي نسدد عن الاكل، انا هقوم اقعد اكل في اي حته تانية. يلا يا سلوى. ما احنا قاعدين. لا هناك هناكل سد الحنك. يلا يلا يا حبيبتي. البسيوني رب. وخرج بسيوني ولم يعد، وهنا تكمن الكآبة الواقعية. Thank you.
صباح الفل. يا فل. يا صباح النور. وهيجي منين الفل طول ما انا بسبح بوسه؟ الله الله. ليه بس الالفاظ الجارحه على الصبح دي؟ تقدر تقول لي كنت بتعمل ايه في المطبخ؟ كنت بوضب الفطار. اهو ده الهم بطنه. هي دي اللي بتفكر فيه؟ لا والله، انا حتى النهارده قمت من وش الفجر ورحت جاري على طول وضبت الشقه اهو، ورحت داخل على الحمام غسلت الهجمتين اللي انت رميهم وطلعت على السطوح نشرتهم ولسه نازل. دخلت على المطبخ جاري شرط لك البصل وعصرت القوطه وخرطت البصل، يعني ما عليك الا انك تحطيهم كلهم في الحله وهم هيشتغلوا مع بعض ويطلعوا الاكل. وبعدين جويت القميص اللي انا هروح بيه الشغل ونزلت على الوليه ام السيد عشان تشوف لك سباك يصلح الحنفيه اللي جوه. وما تصلحهاش انت ليه؟ ولا انت ناوي يعني ترمي في فلوسنا؟ يا ستي ما انا قلت لك 100 مره ان انا ما بفهمش في السباكه دي. وهي دي عايزه مفهوميه؟ بس انت اللي راجل خايب. ليه؟ ما كفايه بطلي تهزيق فيا بقى. اشمعنى بتزعل لما انا بهزقك؟ ما انت كل الناس بتهزقك. سببك عشان انت ماسحه شخصيتي. لو انت احترمتيني مره واحده كان كل الناس احترموني، انما كلهم شايفيني بتهزقيني فبيهزقوني. وانت من امتى ليك شخصيه؟ لا لا يا حلاوته، طول عمري كان ليا شخصيه. والله كان ليا شخصيه، شخصيه محترمه. وراحت فين؟ ضاعت. عايش انا بس كنت بتقي شرك، خايف من لسانك. كنت بحاول اسكتك باي طريقه، لكن الظهر اللي سكوتي عليك ده هو اللي طمعك فيا وخلاك تهزقيني كل شويه. ايوه حرام عليك، كفايه المعامله دي، كفايه حلاوتهم. انا انسان وانت بتعامليني معامله فاشل من الانسانيه ابدا. ايوه فضفض يا اخويا فضفض. مش حرام عليك العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ مالها العيش؟ والشقه اللي احنا عايشين فيها دي؟ شقه ورثناها عن المرحوم امي، مش تحمد ربنا انها اوياك؟ يا ستي الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، انا ما بقولش حاجه، بس احنا نقدر نعيش في شقه احسن منها بكتير. ايوه يا اخويا، وهنجيب بقى اجرتها منين؟ حتى لو بعنا فدان ولا اتنين من الاطيان اللي انا ورثتهم من المرحوم ابويا. انا مش قلت لك ما تجيبش سيره الاطيان والفدادين دي؟ ليه بس يا حلاوتهم؟ ليه؟ هيبقى فايدتهم ايه لو ما كناش نتمتع بخيرهم دلوقتي؟ الفدادين دي انا شايلهم للزمن. ايوه بس انا ورثهم عن المرحوم ابويا. وانا مراتك والوريثه الشرعيه ليه؟ يعني معناته ايه الكلام ده؟ يعني انت حصلتي ورثتيني يا حلاوتكم بالحياة؟ حقي؟ هم انا اتجوزتك ليه؟ طب مش يمكن اجلك يجي قبل اجلي؟ بتقول ايه؟ قصدي اقول يعني ان الاعمار بيد الله. بلاش يا ست الاطيان، بلاش. مرتبي اللي انت حرماني منه. انا حرماك من حاجه يا راجل انت؟ نفسي مرة تسيبيني مرتبي في ايدي اشتري قميص، قميص جديد من البلد. زمايلي في الشغل كلهم بيقعدوا يبصوا لي ويزمزوا لبعض. نفسي مرة اغير الجزمة، الحفر فيها من تحت بقت واسقة كده. نفسي في حتة بدلة عليها القيمة زي زمايلي. وهو الراجل بمظهره برضه؟ الراجل بشخصيته، وانت والحمد لله مالكش شخصية. تقدر تقول لي الفرق اللي بينك وبين جميل بيه؟ شوف هو مش بتقول انه صاحبك؟ كان جميل كان صاحبي حبيبي. شوف هو دلوقتي ايه وانت ايه؟ هو دلوقتي مدير عامل مصلحة وانت موظف عنده. وشوف هو بيقبض مرتب قد ايه؟ لا بيقبض كتير كتير قوي. انا نسيت احط الشاي. يا جميل بيقبض مرتبات وبدلات وحوافز ومكافئة. وانت بقى مرتبك ما بيكفيناش ناكل عيش حاف. لا يا حلاوتكم، صدقيني بيكفي.
بيكفي بس انت اللي بتصدريه او تدول وتحرميني منه. لمصلحتك. هو انا بعمل كده علشان مين؟ مش عشانك. عشاني. عشاني. حرماني. حرماني من اللحمه. حرام عليك. اللحمه مضره للسعر. مين اللي قال؟ قالوها في التلفزيون. قالوا لك حلاوتهم اللحمه مضره على صحه بسيوني. اه. بقت عيشه تقصر العمر. ربنا يأسف عمرك. اخرسي. ايه؟ قصدي اقول لك الله يسامحك يا حلاوتهم. الله يسامحك. روحي منك لله. منك لله. رجاله تخاف ما تختشيش. انا عايز اكل لحمه. لحمه. لسه ما جاش الجدع اللي اسمه بسيوني. اول ما تشوفه خليه يجي لي فورا. ادخل. انا جيت. يا اهلا وسهلا. كويس انك شرفت. كانت ناموسيتك كحلي ولا ايه؟ بالعكس والله يا سعاده البيه. ده انا النهارده قايم من وش الفجر. يا دوب وضبت الشقه قوام وغسلت الغسيل وطلعت فوق السطوح نشرته ونزلت وضبت الفطار حتى ما لحقتش افطر وقمعت الباميه وشوحت اللحمه بسرعه كده وجري على الشغل. انت بتهزر معايا يا بسيوني ولا ايه؟ لا والله يا جميل بيه ما اقصدش ان انا هزر مع سعادتك ابدا. انت بقيت موظف مهمل. انا يا سعاده البيه؟ تقدر تقول لي ايه اللي اخرك عن مواعيد عملك؟ الاتوبيس تعطل زي العاده يا سعاده البيه. وايه دخل المصلحه في تعطيل الاتوبيس ده؟ اشمعنى انا يا اخي باجي كل يوم في مواعيدي؟ عشان عربيه المصلحه جيب سعادتك من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. عشان كده مش قادر تحس بازمه المواصله. ازمه؟ الازمه ازمه ضمير يا عبقري. انت بتشك في ضميري انا يا جميل بيه؟ طبعا اشك في ضميرك. تاخيرك عن مواعيد العمل بيؤكد ان ما عندكش ريحه الضمير. ليه يا سعاده البيه؟ بالعكس انا بخلص شغلي كل يوم اول باول وسعادتك عارف كده. انا ساعات بصر في المصلحه لغايه وش الفجر. انا كل ده ما يهمنيش. انا اللي يهمني الانضباط والحفاظ على مواعيد العمل زي غيرك من الموظفين. يا جميل بيه افهمني ارجوك. غيري من الموظفين منضبطين في مواعيدهم اي نعم، انما طول النهار قاعدين بيعملوا ايه؟ ما بيشتغلوش. اللي بيقرا جرايد واللي بيحل الكلمات المتقاطعه واللي بيتكلم في التليفون واللي بتنقي رز واللي بتقشر كوسه. يعني انت كده بتطعن في كفاءه زملائك. العفو يا سعاده البيه. انا اقدر؟ ما انا عارف انه كلهم قرايب سعادتك ولا قرايب مراتك. مش بقول لك كوسه. كوسه؟ كوسه يا بسيوني؟ الكلمه دي بقى تخليك ايه؟ عندك خصم 3 ايام. 3 ايام؟ والمرتب فيه كام 3 ايام يا جميل بيه؟ علشان تحرم تغيب عن مواعيد عملك. حاضر. اللي تشوفه. على اذنك. استنى هنا يا جدعان. انت رايح فين؟ تعال اقف قدامي هنا. يلا اقف هنا. في حاجه تانية يا سعاده البيه؟ في يا بسيوني. فين يا مفتخر ملف العطاءات بتاعت مناقصه الورق؟ ملف عطاءات؟ سعادتك عارف ان انا بخلص اول باول كل الملفات اللي عندي، والملف ده بالذات انا راجعته وحولته على الحسابات في نفس اليوم. لكن الحسابات بتؤكد ان ما جالهاش اي حاجه. وده معناه ايه؟ يبقى راح فين الملف؟ الملف ضاع يا بسيوني. ضاع. ضاع؟ ايوه. مين المسؤول عن ضياعه؟ انت يا بسيوني. نعم. مضيت على السركي باستلامه. عندك ما يثبت انك سلمته للحسابات يا بسيوني. يا جميل بيه. يا جميل بيه انت عارف كويس قوي ان احنا بنودي الحسابات كل الملفات اللي عندنا من غير ما نمضيهم على سلك. هو ده الاهمال الجسيم والجريمه اللي لازم تتعاقب عليها.
انت بسيوني متهم بانك ضيعت الملف، وانا لازم احول لك تحقيق واخرب بيتك واوديك في 60,000 طوبر. انا هتوديه في 60,000 طوبر؟ انا بسيوني، بسيوني نسيت، بسيوني صاحبك حبيبك صديق عمرك، هو انا هبيع عشه العمر دي كلها وتوديني في داهيه يا جميل؟ جميل حاف كده برضه يا بسيوني؟ جميل يا جربوع، جميل بيه رئيسك ورئيس المصلحه دي كلها، رئيسك. حاضر حاضر يا جميل بيه اهو كده. وبعدين لازم تعرف بقى ان انا ما بدخلش عواطفي في شغلي ابدا. انت لازم تتعلم يا بسيوني ازاي تلزم حدودك وتعرف انت بتكلم مين، وما تتعداش حدود وظيفتك. تبان عليك عجزت كده وكبرت وبقيت انسان مهمل حقير، وانا طولت بالي عليك على الاخر. لما الظاهر يا بسيوني ما اداش قد المسؤوليه اللي بتمليها عليه وظيفتك. انا جميل انا مش قد المسؤوليه، الله يسامحك. علشان كده انا اصدرت قرار بنقلك لقسم الارشيف. جمال انا ينقلني انا الارشيف؟ انا لا يا ما شرحت الدروس الخبي، يا ما خششته عشان ينجح ويبقى بني ادم، وبيبهدلني انا لو حاولت ايه؟ حقد عشان حاسس ان انا احسن منه واذكى منه. ايوه ايوه انا اذكى منه، حقد العقد بلا قلب وبيه حولوني وحش كاسر، سرق مني عمري، سرق مني صحتي. انت بتخاف من الموت يا استاذ بسيوني؟ الاعمار بيد الله، محدش يعرف مين قبل مين. ونعم بالله ما بخافش من الموت، الموت علينا حق، الموت علينا حق. انت جيت يا بسيوني؟ الاعمار بيد الله. ايه مالك يا راجل؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ عمر بيد الله، انا رحت للدكتورة حلاوته. وكان لزومه ايه يا دكتور؟ ولا انت غاوي مصاريف على الفاضي؟ اسكتي الله يخليك، اسكتي حرام عليك، انا تعبت في الشغل ويعني قلبي بيرقص عليا، بيرقص بيرقص، فجأة وقعت ومترتش بنفسي. طب ما انت دايما بتشتكي من قلب. ايوه ويا ما قلت لك يا حلاوته، وديني للدكتور، وديني يا اخويا دي لفحة برد. وقال لك ايه غير كده؟ قال لي الأعمار بيد الله. خايف من موت يا بسيوني؟ لا 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 والله أبدا، أنا خايف بس المرض يهدني ويتبهدل ومليش حد يشني في مرضي. أعوذ بالله، أنت متأكد؟ ده اللي فهمته من كلام الدكتور، لدرجة اني قلت له انا عندي فناديب ممكن ابيع فدان اتنين تلاتة. انت اتجننت؟ انا قلت لك 100 مرة ما تفكرش في حكاية الفناديب دي ولا الاطيار. انت عايز نشحت بعد ما تموت؟ ساتر ساتر.
يا ساتر أعوذ بالله احميلي انت ايه يعني انت كل همك نفسك ومصلحتك كل هتورثيه من بعدي وبس. اسمع لما اقولك انت من بكره تنزل معايا على الشهر العقاري تكتب لي الارض والفدادين باسمي بدل ما الورثه يجوا يتنططوا لي كل شويه. طمني انا ماليش ورثه الا انت. انت حرمتني من حته عيل يشيل اسمي او الناس تفتكرني مين. انت يا اختي الوريثه الوحيده ليا. طمني امال انت كنت فاكرني متجوزاك علشان ايه؟ ها معجبه بجمالك ولا بمركزك؟ في ناس كده. طيب هربتهم بس لا يمكن حلاوتهم حلولي غرضك أبدا. أيوة أثبت لك إن أنا عندي شخصية. حبيع الأطيان حبيع الأرض كلها حلاوتهم وأحط فلوسها على فلوس المكافأة اللي هاخدها من شغلي وهصرف الفلوس كلها على داير مليم عشان ما سبلكيش إلا الندم وعذاب الضمير. لسه ما جاش برضه المجنون اللي اسمه بسيوني؟ جه يا فندم. ولما هو جه ما تهببش دخل هنا ليه؟ اتهبب بس انت اللي قاعد بالمشقلب. ايه صباح الخير. خير ولك عين توريني وشك الحقير ده على الصبح. ليه ما نروحلكش؟ ليه حصل ايه؟ ازاي يا فندم انت تغيب يومين عن المصلحه بدون ادنى اذن؟ وفيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ انا من يوم ما تعينت عندك في المصلحه دي ما خدتش يوم واحد اجازه لا عرضه ولا مرضه ولا اعتياديه. اشمعنى انت يا اخوي عايش في اجازات ورحلات ومكافئات وفسح ومنتزهات؟ الله الله الله، ده انا كده اتهزقت. انت بتقارن نفسك بيا ولا ايه؟ انا اقدر؟ معقول انا اقارن نفسي بسعادتك؟ لتكون ناسي انت بتكلم مين يا مقشف. معقول؟ ده انا لو نسيت العالم كله انت بالذات ما اقدرش انساك. انساك ده كلام؟ انساك يا سلام. معقول انسى جميل بيه المدير العام بتاع المصلحه؟ جميل بيه التلميذ الخيبان التعبان الغبي اللي طول عمري اغششه في الامتحانات؟ جميل بيه الوصولي الانتهازي اللي ممكن يدوس على العالم كله ويركب اي موجه عشان يوصل لهدفه وغرضه؟ تتهسف في عقلك يا جدع انت ولا ايه؟ ليه؟ انت تقدر تنكر انك انسان قاصر؟ قاصر يا جميل يا مجنون. انا لازم اطلب البوليس والنيابه والاسعاف وكل حاجه. ادوني النيابه. على مهلك شويه، على مهلك. بقول لك اديني النيابه. ايوه انت هتطلب ايه؟ النيابه. هساعدك. اديني البوليس. هطلب بوليس. اديني النيابه. اديني البوليس. طب اديني البوليس. اديني البوليس. اديني البوليس. يلا يا مجنون اطلب انت النيابه. اديني بوليس. اديني البوليس. واديني انا البوليس. اديني هو النيابه. هات النيابه. ايوه يا بوليس. يا بوليس يا بوليس. اديني بوليس. اديني نيابه. هات البوليس. هات النيابه. ايه ده؟ هات البوليس. هات النيابه. يلا يا مجنون. كويس قوي انك جيتوا. كويس قوي. تصدق يا جميل؟ تصدق ان الشهود جم من نفسهم؟ ما هو لو البوليس والنيابه جم هيطلبوا منك شهود على ان انا اتهمتك بانك وصولي وانتهازي. اهو الشهود جم. يا حضرات انا بقى اعلن قدامكم، اعلن بكل صراحه ان جميل بيه المدير بتاعكم
وصولي. انتهازي نص حرامي. أربعة، أرجوكم تحفظوهم. أربعة، وصولي انتهازي نص حرامي يا جميل. أنا لازم أوديك في 60 داهية. أنا حرفلك. لا لا لا، من غير ما تقول. قلت لا ترفدني. ترفد مين يا جميل؟ استقلت يا جميل. دي استقلت يا جميل. أنا مش قاعد، أنا بقيت في غنى عن شغلانتك دي. مش عاوز أشوف خلقتك بعد كده. كفاية اللي عملته فيا يا جميل، كفاية العذاب اللي عذبتهولي. مش ممكن حسالك سنين الذل أبدا. يا وصولي، يا انتهازي، يا نص، يا حرامي، يا حرامي. ايه مش هيطلع بره؟ طالع. طلعوه بره. طالع. اوعى عينك بحاره. فكني انا طالع يا جميل من غير ما تقول. طالع. بس اوعدك ان الايام غيننا مش هنسى الذل بتاعك ليا ابدا ابدا يا جميل. يا حرامي، يا نص، يا انتهازي، يا وصولي. سامعين؟ شاهدين؟ انا لازم اقتله. هات البوليس. أخيرا دمر حياتي كمان. لا، لازم أدمر حياته زي ما دمر حياتي. لازم. مشروع العلاج السياحي، وده مشروع هيلحق إن شاء الله بالقرية السياحية العظيمة دي، وهيخصص لعلاج نزلاء القرية طبعا وباقي القرى السياحية. وعادة نزلاء القرى اللي زي دي بيبقوا من السياح العرب والأجانب. بالظبط. وطالما علاج سياحي يبقى مسموح فيه بتحصيل تكاليف العلاج بالعملات الصعبة، وده في حد ذاته مشروع قومي، لأنه هيأثر في حصيلة الدولة من العملات الأجنبية. بكل تأكيد. أنا هدفي الأسمى من المشروع هو كده. أنت عارفة يا ليلى، من يوم ما أنا رجعت من برا أنا عاوز أعمل مشروع يتسم بصفة قومية في المقام الأول. معقولة يا بابا هتقولي على مصريتك وقوميتك؟ المشروع ده جميل بيه بكل المعايير والمقاييس، يعتبر مشروع مثالي فعلا. شايفين؟ شايفين نازل بلف في الراجل ازاي؟ ولا ليلى؟ شوفوا ليلى على طول قاعدة تهزن في رأسها كده، هو كأنها موافقة كده برضو. يا ليلى صبرك عليا يا لولا. إن جيتوا للحق ليها حق. الولد بيقول كلام جميل، جميل قوي. ما اعرفش مين السيناريست اللي بألفه الكلام الحلو ده. سيناريست ايه؟ وده محتاج سيناريست. خالد ده ما بيعرفش يعمل اي حاجه في الدنيا غير انه يتكلم وبس. يا جماعه، يا جماعه، عمنا هو السبب في اللي بيحصل ده. مطمع خالد، بيديله اكتر من حقه. ده فاكر انه مفيش زيه اتنين. وده معناه يا جماعه ان هو مش ممكن يطلعنا على اسراره. يعني احنا كلنا في الاول، وخالد هو اللي في الجون. خالد بس هو اللي كاتم اسراره، ومش بعيد يجوزوا ليلى. تتجوز؟ لا، في حاجات بتقع مني. كفايه قوي ان مشروع العلاج السياحي هيوفر فرص عمل كتيره قوي للاطباء الممتازين والممرضين الاكفاء. بالظبط. وبدل ما يسيبوا بلدهم ويبحثوا عن فرص عمل بره، بلدنا اولى بيهم. وحاجه تانيه مهمه جدا، كفايه ان اخواننا العرب اللي بيضطروا انهم يروحوا امريكا واوروبا عشان يتعالجوا هناك، هيبقوا مش مضطرين لده. هيجوا مصر اللي بيحبوها ويقعدوا فيها، يتفرجوا على معالمها السياحية ويتعالجوا في نفس الوقت. يا اخوانا بلاش التسرع في الحكم، محدش عارف. مش يمكن القعدة دي أساساً قعدة تعارف؟ طب ما تعرف لنا أنت يا فرح إذا كانت قعدة تعارف ولا قعدة أرشميدس. وأنا حعرف منين يا خفيف؟ من عصمت. اخرس خالص. قلت لك عصمت دي ما تجيبش سيرتها على لسانك أبداً، فاهم؟ عصمة فلهاش دعوة بنواياكم السودة دي. احنا نوايانا مش سودة، احنا نوايانا بيضة زي الحليب، عشان نخاف على عمك وبنت عمك. ولا انت مهمكش عمك؟ اسكت حبيبي يا عمي، حبيبي يا عمي. ده انا ماليش غيره بعد وفاة والدي. اهو كلام، كلام اللي انت بتقوله كلام ولا لا؟ مش كلام. لا مش كلام، انا قصدي عمي بروحي بدمي. يا سلام. طب اثبت ده، اثبت ده. مدام عصمت بتحبك وبتقول انها بتحبك، خلاص اكيد مش هتتاخر على انها تساعدنا، صح؟ خش خش اخي. تقدر ترسخ المسائل المتعلقه بدراسه الجدوى مع سكرتيرك.
تحت امرك يا فندم. تحب نبتدي من امتى؟ والله من بكره لو تحب. هي في الحقيقه معلش مجهده شويه النهارده في السفر يعني. على العموم خالد مستعد في اي لحظه. ميرسي يا فندم، فرصه سعيده قوي يا ليلى. انا اسف يا جميل بيه. يا خالد وصل جميل بيه. لا ما بشكر، ما فيش داعي. لا لا ازاي، اتفضل. طيب يا فندم على اذنك. مع السلامه. مع السلامه. ظهر الاجتماع خلص والراجل رايح الشاليه بتاعه. وش يا عمي اهو، عمي فايق وليلى جايين ناحيتنا. ايوه يا وجه، انا رايي انك تقنع ليلى تيجي تقعد معانا هنا شويه، يمكن نطلع منها بحاجه. طب روحوا نادولي ليلى وانا استدرجها في الكلام، واكيد هتطب معايا في الكلام وتعترف بكل حاجه. وجدي ايوه، حصلنا انت على المطعم واحنا هنجي لك. فين؟ المطعم. الكلام في المشروع خدنا، انت عارفه بقى. وانا زين بيه افضل محبوسه طول النهار، ليه انت هتفضل مخبيني عن الناس؟ اصبري شويه يا حبيبتي، خلاص هانت. انا مش قادره اصبر اكتر من كده. هو انا كل ما اشتكي لك تقول لي هانت هانت هانت؟ انت يا اخي بقى هيبقى عندك الشجاعه وتعلن جوازنا. يبقى القويه. طب اهدي بس، اهدي. مال مش حرام الجمال الوديع ده يغضب ويتعصب؟ طب ايه رايك بقى ان انا هخليكي اسعد زوجه في الدنيا؟ تعالي بقى، تعالي وروقي يا امار. يلا احلى. طب هقول لي بقى، انا احمي نكته لسه يعني طازه. واحد قابل واحد صاحبه قال له تعرف تهوهو؟ تاني بص له كده وقال له ليه؟ هو انا بقدونس؟ اكتر واحد يفهم النكته ملهاش معنى. اقول لكم يا اخوانا ملهاش بقى، ظريف قوي. بلاش التهريب والحاجات دي. استنوا بقى تتكلم جد شويه مره في حياتنا. اول مره واحد يعمل معايا العمليه اللي انت بتعملها. لا هيموتني في النكته. قولي لي يا ليلى. انه قال له ليه هو انا بقدونس؟ عمل له كده. حلوه حلوه خالص. طب تعرفوا ليه الكتكوت ما يعرفش يكذب على مامته؟ ليه؟ علشان مامته فقساه. لا انا مره شفت فرخه جايبه بيضه وعامله لها برواز كده، هو معلقاها. قلت لها ايه ده؟ قالت لهم دي صورتي وانا صغيره. بس هينفع يا ابني بتاعتي؟ لا والله نكتي ده اخويا وانا عارفه، ده اخويا وانا عارفه. هتقلي بجنن، افهم اللي انا بقول لك عليه. لو سمحت بقى نتكلم جد شويه. قولي لي يا ليلى. انا اللي مجنني. قال له هو انا مقدور لسه عامل له كده؟ يخرب عقلك يا وجدي، مضحك مضحك. ايوه يا عمر، عايز ايه يا عمر؟ مضحك. الاجتماع بتاع النهارده كان بخصوص ايه؟ الحقيقه انا ما بفهمش قوي في اجتماعات العمل، وبعدين انا ما كنتش مركزه. انا عارف انت ما كنتش مركزه غير في شخص انا اللي عارفه، ما تقول لهمش عليه ارجوك. بس افتكر كويس، اكيد سمعت كلمه كده ولا كده. ايه يا جماعه، ايه الكلام الفارغ ده؟ معقول ليلى هتقول اسرار العقليه بره؟ معقول واحده زي ليلى تطلع بره اسرار باباها؟ طب تصدق بقى انك انت معاك حق بقى يا زكي، انت معاك حق فعلا. صحيح، مش معقوله يعني ما ينصحش حد ينقل اسرار عمل مهم زي ده بره. طيب اسيبكم بقى تقعدوا مع بعضكم عن اذنكم. باي باي لولا. انت ايه اللي خلاك تتكلم كده وتحطها اثارات؟ بقول لك مالكش دعوه انت، مفيش حاجه مالكش دعوه انت، مش فاهمك انت بالحاجات دي. امشي عن اذنكم. ايه هو قول بقى انه رايح فين؟ اروح اصلح ما افسده هذا الرجل. باي باي وجدي. ليلى باي باي وجدي. باي 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 باي. ما انا قلت لحضرتك يا فندم مش موجود. لولا. ايوه يا فندم. لولا تحب اقول له ايه لما يجي؟ لولا اسكت.
بتكلم. انا بتكلم. لولا. ايوه تحب اقول له ايه؟ لولا. حاضر يا فندم. لولا. حاضر تحت امرك. لولا. عاوز ايه؟ لولا انا عايز اتكلم معاك. ما تتكلم. ما اصله سر. ايه هو؟ قول. بقول لك سر يا لولا. طب اعمل ايه؟ يعني لازم نقعد على انفراد او في اي مكان امين. اتفضل. اتفضل. Thank you.